هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء عشاق الأصالة محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، شاهدنا أول أشواط هذا اليوم حيث الكل كان ينتظر هذه المكرمة الغالية على الجميع، هذه المكرمة الصيفية التي تأتي بانطلاقة بتوجيهات سامية من مقام حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبو خالد حفظه الله ورعاه، وبالضبع هو من افتتح أول مكارم هذا اليوم، انطلق باندفاعة وبلة حيث ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الثاني، وهو لا يقل أهمية عن الشوط الأول الرئيسي للإبكار، وشوط الجعدان ينطلق وكل الأماني معلقة مع هذه المنافسات القوية، نسير إلى المقدمة الأولى نتابع أمان أمان القادمة من أرض الأمان، عبد الله بن ناصر بن حميد الهاشمي يتقدم مع أمان، لكن ما في أمان ما في أمان في الشوط الأول، الشوط الأول غير يا الهاشمي، المركز الثاني يتابع الأسد هلال بن سهيل بن حميد المزروعي، مرحبا يا بن حضيبة، المركز الثالث يتابع نمرود سهيل بن حميد بن يميع السبوسي، يقدم لنا نمرود، المركز الرابع يأتي ونسراب سالم بن علي بن سويدان بن حضيرم الاكتبي، ولكن راغب للغادم مغادر حمد بن تعيب بن يمعة الدهماني، هذه نتيجتنا هكذا ندينا، ولكن عودة يا مشاهدين الأعزاء إلى نمرود إلى نمرود، الشوط الأول للإبكار تحدد مصيره مع بالضبع، ولكن شوط الجعدان عندك يا راعي صايب عندك يا راعي صايب، راح راعي صايب يقول أقل الأشواط أقل الأشواط يفتتح فاتحة الخير في بداية الموسم كما استبشر بالإنجازات القوية في العام الماضي، هذا هو نمرود، تهانينا لممثل نجمة سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي على فوز نمرود، المركز الثاني وصل هنا أمان عبد الله بن ناصر بن حميد الهاشمي، المركز الثالث الأسد هلال بن سهيل بن عبيد بن حضيبه المزروعي، هذه نتيجتنا، ولكن التوقيت احفروا له واقفروا له وادفنوه، ها هو نمرود حاجز العشر يتحطم مشاهدين الأعزاء تحت أقدام نمرود، دقيقتين وتسع ثواني هو التوقيت الأفضل حتى الآن يتسجل مشاهدين الكرام، أو دقيقتين أو ثمان ثواني، دقيقتين وثمان ثواني، نعم يا الليبي لا تورطنا مع التوقيت مع راعي صايب، هكذا مشاهدينا الكرام لكي نعطي لكل حق حقه من خلال المنافسة، دقيقتين وثمان ثواني يتسجل تحت أقدام نمرود، تهانينا لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي على فوزه، وتألق بمكرمة أبو خالد في الشوط الأول الرئيسي للجعدان، يا هي من معركة يا هو من معترك نشاهده في هذا اليوم مع هذه الشعارات التي الآن بدأت بالعزم بالاستعداد المبكر لخوض معارك هذا الموسم لعام 2021 وعام 2022 في انتظار جماهيرنا ومتابعينا الكرام اللي يترقبون هذه المنافسات القوية.